رمضان كريم مشاهدينا، يسعد مساكم وين ما كنتوا عم تتابعونا برنامجكم دامسكو بحلقة جديدة بطلع عليكم عبر شاشة العالم سوريا. ويسعد مساك فارس. يسعد مساكي مجدولين، ومساء الخير لكل مشاهدي قناة العالم سوريا اللي انضموا لنا بهاللحظات. رمضان كريم إن شاء الله يا رب، هالشهر الفضيل اللي بيحمل معه الأمان والمحبة والسلام لسوريا ولكل السوريين يا رب. وإن شاء الله هالساعات اللي عم نكون صايمين فيها عن الأكل والشرب كمان نكون صايمين عن السلوكيات الخاطئة والعادات اللي ممكن نتصرفها مع أقراننا. أهم شيء إنه نتحلى بطولة البال قد ما فينا، نطول بالنا لأنه من غير شيء صايم بيكون هيك شوي معصب، محروم من الأكل والشرب، نكرز شوي. بطولة البال أكيد، وبهالشهر الفضيل ندعي للمحبة والتسامح، وهذا العام تحديدا رح ندعي أيضا للالتزام والوقاية والوعي بظل الظرف اللي عم نعيشه. خلينا مجدولين نروح سوا ولنشوف شو فقرات حلقتنا لليوم. جذور تطلق حملة منا وفينا. سامحوا بشهر الخير، ماذا عن أجارات المنازل؟ كورونا ما وقف السفر حول العالم، كيف هيك؟ ابتهالات دينية بأصوات شجية. أجمل ما برمضان ببلادنا هي الحميمية اللي بتكون فيه، لما مننزل منشوف الطقوس بشوارعنا ومنشوف العالم قديش مجتمعة وقلبة على بعضها، السكب، السلات الغذائية اللي ممكن تتوزع، ممكن نقول الصدقات اللي ممكن تتوزع، في روحانية كتير عالية خلال هالشهر الفضيل. يمكن هالشهر الفضيل هذا العام كان الهدوء فيه مزعج بعض الشيء التزاما بالحجر وظروف الحجر اللي أعلنتها الحكومة السورية، لكن ظل هالأجواء في خصوصية خصوصا بشوارع الشام العتيقة. جولة على الشوارع السورية بالأجواء الرمضانية، منتابع سوا. Thank you.
العطاء سمة بيتصف فيها كل شخص محب وكريم ومعطي، والعمل هو محبة، وللمحبة بيكون في جذور. لهيك جمعية جذور أطلقت حملة منا وفينا لحتى توصل السلل الغذائية وأيضا الصحية لأهالينا المتضررين خلال الفترة أو المنحة أو المحنة يلي نحن عم نمر فيها خلال هالفترة. لنحكي أكثر عن الحملة بصيرنا نرحب بالأستاذة خلود رجب، مؤسسة جمعية جذور ورئيسة مجلس الإدارة اللي انضمت لنا عبر الهاتف. أهلا وسهلا فيك أستاذة. يا اهلا فيكم ورمضان كريم، ينعاد عليكم يا رب وعلى الجميع بالف خير. ينعاد عليكي بالصحه والسلامه. كيف اجواء رمضان معك؟ اجواء رمضان دائما رمضان الخير، رمضان المحبه، وان شاء الله يا رب هيك بنتمنى بهي الظروف الحاليه تكون الصحه، نتمنى الصحه اكيد للجميع. استاذه نحكي بدايه عن جمعيه جذور واعمالها ونشاطاتها بالفتره الاخيره، تفضلي. تمام. هلا بالنسبه لجمعيه جذور، هي جمعيه بالاساس تنمويه، نحن من المشاريع المستدامه دائما بالجمعيه هو معهد الامل للتربيه الخاصه والاعاقه الذهنيه الخاصه، اللي هو نحن مسؤولين بالشراكه مع وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل عن تقديم كافه خدمات الرعايه الاجتماعيه ضمن المركز لرجلين نسب ذوي احتياجات خاصه. طبعا نحن بخلال الظروف الحالية اللي عم تعيشها أكيد البلد، وخلال الإجراءات المتخذة للتصدي لفيروس كورونا، وتزامنا مع الحملة اللي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اللي هي الحملة الوطنية للاستجابة الاجتماعية الطارئة، جمعية جذور نحن عملنا حملة اسمها منا وفينا، إيد وحدة وقلب واحد، اللي من خلالها عم نحاول نقدم سلل غذائية وصحية أيضا، بالإضافة أكيد لكمان من خلال السوشيال ميديا عم نطرح مثل ما بيقول وسائل توعوية للتصدي لفيروس كورونا. طبعا نحن من خلال هي الحملة عم نحاول نستهدف الأسر الفاقدة المعيد خلينا نقول، أو الأسر اللي تضررت خلال الظروف الحالية، بتقديم طبعا مساعدات سواء كانت مالية أو سلال غذائية صحية. الله يعطيكم ألف عافية يا رب، جهودكم جبارة، وخصوصا أنه عملكم عم بيكون بشكل تطوعي وعم تكونوا فريق عمل متكامل. اليوم لما في أشخاص عم تتابعنا حابين أنهم يتبرعوا أو يتطوعوا معكم لحتى يكونوا معكم إيد واحدة بهذا العمل، خصيصا أنه نحن بالأيام الفضيلة، كيف ممكن يتواصلوا معكم؟ تمام. هلا نحن بالنهايه موجودين على كل وسائل التواصل الاجتماعي، بالاضافه لاكيد لمكتب الجمعيه، اي حدا بحابب يتواجد ويقدم اي جهد او مجهود مادي او فكري او حتى خلينا نقول كلمه طيبه، نحن من هون كمان بدنا نقدم كل الشكر لكل الايادي البيضاء، كل الجهود اللي عم تتضافر خلال هي الفتره، لانه فعلا نحن بهي الظروف بحاجه فعلا نكون ايد وحده. القصه هي مو، ما بدنا نقول خلينا نشتغل هيك بالشفافيه، القصه مو بالكم ولا القصه بالاستعراض ابدا ولا بكميات الصور، هي قديش فينا نكون جنب بعض، نساعد بعض ونكون حد بعض بهي الظروف. فهو هذا كان الهدف الاساسي يعني للحمله. فكمان اللي بحب يتواجد معنا اكيد نحن موجودين بمكتب الجمعيه، مقر الجمعيه هو مواجه مجلس الشعب برج الصالحيه الطابق الرابع. واللي حابب اكيد يتواصل معنا، نحن موجودين على كل وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الصفحه الرسميه لجمعيه جذور. اللي عنوانها اللي بتحمل عنوان جذور، اللي بتحمل عنوان جذور بالانجليزي وبالعربي. تماما. استاذه بالنسبه للشريحه المستهدفه اليوم، نحن بظرف صعب اليوم، عدد كبير من الاشخاص اللي عندهم عواز مثل ما قلتي فاقدين الشخص المعيل، الكميات عم بتكون وفيره ان شاء الله، اهل الخير ما عم بيقصروا، لكن اليوم بظل الطلب الكبير يمكن عم بيكون في نقص ببعض الاحيان. صحيح. وكيف طبعا ممكن المستفيدين يتواصلوا مع الجمعيه ايضا؟ هلا نحن حقيقه عم نحاول فعلا كجذور تحديدا انه نحاول نوصل للشرايح اللي فعلا ما لهم مسجلين باي جمعيات ثانيه، كونه نحن بالاساس جمعيه جذور هي جمعيه تنمويه وليست اغاثيه، فما كان عندنا هي الداتا الكبيره، ولكن ضمن الظروف الحاليه ونتيجه الظروف القاسيه فعلا الطلب عم يتزايد والداتا صارت كثير كبيره، فنحن عم نحاول نوصل للاسر المتعففه، الاسر المستوره، اللي هي فعلا خلال هي الأزمة فقدت يمكن شغلها، عرفتي كيف؟ فنحن عم نحاول نوصل لهي الشرائح. امبارحة كان التوزيع مثلا بدف الشوك حي الزهور، كان الداتا كبيرة كثير والطلب كثير كبير، وكونه هنيك ما في يعني قليل للأشخاص توصل لهنيك. نحن كمان عم نحاول نشوف من خلال المخاتير، من خلال الأشخاص اللي بنعرفها، إذا بيعرفوا أسر مثلا هي خلينا نقول بحاجة لمساعدات معينة، من خلال أيضا التواصل معنا من خلال السوشيال ميديا عم تجينا داتا كبيرة، فالعدد فعلا صار كبير. هلا عنا تقريبا حوالي 1000 عائلة
موجودين ولسه العدد بالزياد يعني. إن شاء الله يا رب تقدروا توصلوا لأهدافكم وتقدروا توصلوا لكل العائلات المتضررة. آمين. وإن شاء الله يا رب هالأعمال الخيرية اللي عم تكون بالإيدين البيضاء فعلا توصل لهدفها. ونداء لجميع الجهات إن كانت تجارية وغيرها اللي حابين يتبرعوا وأيضا يدفعوا إما صدقات أو زكاة أو كل ما هنالك، كل ما يتعلق بأنهم يقدموا يد العون، أنهم يتواصلوا مع الجمعيات اللي عم تقوم بنشاطات مثل النشاطات اللي عم تقوموا فيها. أكيد. كل الشكر لكم وكل التوفيق يا رب. شكرا كثير لك خلود رجب. تسلمي مجدولين. شكرا لك. شكرا للسيد فارس كمان، شكرا لجهودكم، وكل عام وانتم بالف خير. وانتم بالف خير يا رب. شكرا لك. العام وانت بالف خير. شكرا لوجودك معنا. شكرا لك. شكرا. الأعمال الخيرية ما زالت مستمرة بهالشهر الفضيل، مثل ما بنعرف مجدولين بشهر رمضان دائما بيكون في نزعة نحو العمل الخيري، الإغاثة، التكافل الاجتماعي وأيضا البر والإحسان. تفاصيل كثير رح نعرفها بعد هالفاصل. رمضان شهر البركة والخير والعطاء والإحسان، مو بس هيك، في كتير اليوم من العائلات مثل ما دائما عم نقول متضررة، مو بس بزمن كورونا عم يكون في عندها ضائقة مادية باستقبال شهر رمضان، كون شهر رمضان شهر بيحتاج لشوية متطلبات خلال فترات زمنية معينة. لهيك خلونا نحكي شوي عن بادرة أطلقتها مجموعة فالوجيين الخاصة بالشباب للتسامح حول أجارات المنازل. البادرة اللي بتدعي الناس للتنازل عن إيجار المنزل للمستأجرين خلال شهر رمضان المبارك، بادرة انتشرت وصار في إلها رواج كتير على مواقع التواصل الاجتماعي بمجموعة فالوجيين رح نحكي عنها أكثر بعد ما نرحب بالأستاذ خالد سليمان أدمن ضمن الجروب، انضم لنا من حلب عبر الهاتف. أستاذ خالد أهلا وسهلا فيك. هلا حبيبي. اهلا وسهلا فيك وكل عام وانت بخير، رمضان كريم يا رب. بخير يا رب، بنعاد علينا وعليكم. الله يسلمكم جميعا، جميع الاعضاء الادمن يلي بالجروب والاعضاء كمان. شكرا كثير لكم على البادره يلي قايمين فيها، وخلينا فورا نفوت بتفاصيلها. خبرنا شوي عن هالبادره يلي قمتوا فيها، ايمت انطلقت وكيف تفاصيلها؟ هلا هي انطلقت من سنتين تقريبا وهي الثالثه مبلشين فيها، مكملين فيها ان الله راد. هي كانت فكره بيننا نحن الشباب انه وضع البلد كان ما بسمح، يعني الوضع العام الاجارات غاليه شوي، ففكرنا انه نطالع في شيء فكره نفيد العالم فيها المستاجرين. نعم. طلعت بفكره انه ننزل نعمل بوست ننزله على الفيسبوك سامح باجار البيت هالشهر الفضيل بس والايام العيد. في ناس تقبلتها كثير وساهمت، يعني في ناس تواصلت معنا نحن مسامحين بهالشهر والعيد. تمام. شو حلو، يعني كنت مفكرة بس الموضوع يقتصر على الفترة اللي نحن فيها، فكتير حلو انه لا انتم من سنتين وهي الثالثة مكفين. هي الثالثة يعني. حتى وصلنا لمرحلة اول ما نزلنا الاقتراح اللي عملناه هاي الفكرة كان حتى لزقنا وراء مثل البوستر عملناه لزقناه بالشوارع.
قسم الفيولوجيين وحطينا يعني في عالم كتير بادرت في هالموضوع وشجعتنا نكفي فيه. حلو. قبل ما نحكي عن هذا العام بظل الظرف اللي عم نعيشه واللي بدعي أيضا لتضافر الجهود أكثر بهذا الموضوع عن السنتين الماضيين، خبرنا كيف كان التجاوب مع الحملة؟ يمكن ما في بين إيديك أرقام دقيقة قديش عدد الأشخاص اللي تنازلوا أو تجاوبوا بشكل فعلي مع الحملة، لكن بشكل عام قديش كانت نسبة الاستجابة؟ خلينا نقول الأرقام دقيقة أكيد ما في، بس يعني بالنسبة لأن كان كجروب يعني فوق 100 شخص، 200 شخص حكى معنا، يعني تقريبا 200 شخص نحن مسامحين هتقوله بقلب الجروب تماما. ونحن نزلناها على الصفحة العامة عنا، نحن جروبنا مغلق، نزلناها على الصفحة العامة كمان جانا قبول كتير من الناس. وفي ناس صارت تواصل معنا على رقم تليفوناتنا، نحن مسامحين وبتحبوا تجوا تشوفوا بعينكم، نحن كمان جاهزين. عظيم. يعني كان في قبول كتير، وهالسنة إن شاء الله نقول يا رب مبدئيا في قبول كتير منيح ان شاء الله. ان شاء الله يا رب الاعداد كل ما لا تكون بتزايد اكثر للاشخاص اللي يتقبلوا دعوتكم للتنازل عن الاجارات المنزليه. بدي اسالك، هل الموضوع مقتصر فقط بمدينه حلب او انه هو بما تبقى من المحافظات السوريه؟ ما مقتصر على اي محافظه، بس سوريا كلها، كل المحافظات. في اشخاص عم تتجاوب من باقي المحافظات يعني، ومن الارياف حتى، من كل المحافظات الحمد لله، وفي مناطق اريافها كمان. يعني اول ما مثل خبرتك، اول ما طلعت الفكره بلشنا فيها بالشام. تمام. وصلت لحلب، وصلت لحما، وصلت لدرعا، للاذقيه، طرطوس، محافظات سورية كلها. حلو. طبعا بتراعوا موضوع السرية بهذا الموضوع لحتى ما يسبب أي إحراج للشريحة المستهدفة، يعني ما بيتم كتابة الأسماء أو إلى ما هنالك. يعني حتى إذا بنزل بوست، نحن في عنا آلية بنمشي عليها، إذا في شخص مثلا بده شيء أو حاب يساهم بشيء ما بنبين باسمه أبدا، اسمه ما ببين أبدا. عظيم. بدي أسألك على نقطة أخيرة بلقائنا لليوم، اسم فيولوجيين هو اسم صار شائع كتير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا صار في كتير من الجروبات أو حتى الصفحات يلي ممكن يا أما تستغل الاسم بناحية إيجابية أو تستثمره بناحية، عفوا، تستغله سلبا أو إيجابا. فخبرنا أكثر عن جروبكم، تفاصيل حتى الواحد يعرف أنه هذا هو جروب فيولوجيين الأساسي أو هو مزور أو اسم مزيف. لا، هاي القصة نحن عم نعاني منها كتير. اليوم في فوق 4-5 جروب اسمنا، وبيستغلوا الاسم لشغل يعني لأشياء خاصة بحتة يعني. تماماً. ونحن عم نأذى كتير، في عم بطلع وقت حكي إنه الشباب الفيولوجيين، جروب الفيولوجيين عم فيها شغلوا غلط، وهي نحن ما خصنا فيه أبداً. نحن جروبنا أساسه عملوه 4 شباب كبدايته، هني أحمد الشماع، مؤيد الشماع، عماد عيسى، ربيع سيروان. تمام. طب نحن شو في علامات مميزة لحتى نقدر نميز الفيك من الأصلي؟ هي نحن صرنا عملنا شعار لأن كرمال الشغلة، حتى الشعار صاروا يقلدوه. تمام. كل فترة بنرجع بنغيره وبرجع بعمله مثله. تمام. بس إنه أي شخص، أي شاب بفوت على الجروب بشوف الأسامي 4 هذول الموجودين كأساس، هذا الجروب الأساسي. نحن جروبنا الأساسي تقريبا 250,000 بني آدم. عدد كتير كبير، وإن شاء الله يا رب يعني أهدافكم السامية توصل لشريحتكم المستهدفة، وهالبادرات فعلا يعني إن شاء الله يا رب توصل لأهلية بالطريقة الصح. كلك ذوق وشكرا كتير لك، ويعطيكم ألف عافية، يا رب التوفيق لكم. الله يعافيك يا رب. شكرا لك أستاذ خالد، رمضان كريم، والله يقويكم دايما، والشكر موصول لكل أعضاء الجروب. شكرا كتير لك. شكرا. أما هلا فارس، صار الوقت لحتى نروح لجولة العالم بأخبارنا العالم إنفو. طبعا نحن بشهر رمضان غالبا بنختار مشاريب عديدة لحتى نروي فيها ظمأنا، ولحتى نعوض الساعات اللي نحن منكون فيها مقطوعين عن السوائل أو ما فينا نأخذ السوائل بمختلف أنواعها. لهيك بيقولوا دائما أنه الشاي هو من السوائل اللي بتتاخد على دوام بشكل دوري. بعد الغداء بناخد شاي، أحيانا مع فطورنا بناخد شاي، على سحورنا هلا برمضان بناخد شاي. فالفكرة أنه هلأ خبرنا له علاقة بالشاي. خلينا نحكي شوي عن مشروب الشاي اللي نصحوا بعض العلماء والخبراء أنه نخفف من تناوله، خصيصا ونحن هلأ بالحجر المنزلي. عندك التفاصيل هلأ. لمحبي الشاي الساخن، حذر العلماء مثل ما قالت مجدورين من اكثر تناول هذا الشاي واي مشروبات ساخنه اخرى، مو بس الشاي يلي بتحتوي على الكافيين، لانه التانين الطبيعي الموجود بالشاي يمكن انه يعيق امتصاص الجسم للفيتامينات والمعادن الرئيسيه مثل الحديد والكالسيوم، وهذا الشيء بيؤدي ايضا لمشكله حقيقيه، خاصه لما بيكون الشخص عم يكافح للحصول على ما يكفي من الفاكهه والخضروات بالنظام الغذائي. يعني
بشكل أو بآخر بيبطل مفعول الخضروات والفاكهة الإيجابي من خلال كثرة تناول الشاي أو أي مشروب ساخن بيحتوي للكافيين. طبعا الدكتورة غريس فرحات المحاضرة بعلوم الغذاء والتغذية بجامعة ليفربول هوب نصحت باقتصار تناول الشاي والقهوة من 4 إلى 5 أكواب يوميا كحد أقصى. طبعا مو نختار أكبر مج عنا بالبيت، لا، المجات اللي حجمها وسطي لحتى نقدر ناخد نحن الحد المسموح فيه لجسمنا قدر الإمكان، وطبعا على أن تؤخذ هذه الكميات بفترات متباعدة وأيضا بعيدة عن أوقات تناول الطعام لتجنب الضرر الكامن وراء هي العادات. أما هلأ فارس، خلينا نحكي عن تجربة ممكن نحن نقوم فيها بزمن كورونا. لهي خليني أسألك، أنت جربت تسافر وأنت قاعد بالبيت؟ لا والله ما جربت، ونحن بنعرف انه كل ظروف السفر الان شبه معدومه بظل اجراءات اللي اخذتها كل الدول الا استثنائيا بعض الدول اللي حكينا عنها بحلقات سابقه، لكن اليوم في تجربه غريبه من هذا النوع، هي بظل ظروف الاغلاق المطبقه حول العالم لمكافحه تفشي الفيروس. كثير من الاشخاص فكروا بحلول مبتكره يمكن انا ما فكرت فيها لحتى يمارسوا هواياتهم والعديد من نشاطاتهم الخارجيه من منازلهم. شارك العديد تجاربهم ومغامراتهم مستفيدين من مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك وإنستغرام وفيسبوك لإنتاج مقاطع فيديو لأنفسهم. هن عم يتجولوا بالمطارات وعم يشوفوا من نوافذ الطائرات وبيمارسوا تسلق الجبال. حتى خلينا نقول هون أنه في حالة فكاهية صارت، أنه في أشخاص صاروا يحطوا اللابتوبات بقلب الغسالة ويقعدوا حد باب الغسالة على أنه هن قاعدين على شباك الطيارة، أو في أشخاص مثلا قلبوا كرسي فحطوا كمان هيك منظر خلاب من وراء على اللابتوب على أساس أنه هن مسافرين، أو حطوا على شاشات بيوتهم بالبيت، يعني حطوا خلفية أنه هن قاعدين على البحر أو عم يتنزهوا أو إلى آخره من هالحركات كلياتها. أما التجربة اللي حنحكي عنها أكثر هي أحد التجارب اللي ظهر فيها فيليب كلاين هيرور، يلي بعد ما خرج من كيس نومه وهو عم يتسلق جبل ثلجي عم يتزلج على المنحدرات، أمضى خلال إنجاز هذا الفيديو اللي صوره ضل 10 ساعات وهو عم يحاول إنجاز هذا الفيديو. تفاصيل أكثر حتى ما نحرق فكرة الفيديو حنتابعها سوا. عالم اللحن والغناء ما بيقتصر الإبداع على موهبة الصوت وخامة الصوت واللحن المعزوف، فالموضوع العلاقة بجذور الموسيقى التاريخية بهي المنطقة أو تلك، خاصة بمنطقتنا الشرقية اللي كانت رائدة بين المناطق والبلدان بجذورها التاريخية الموسيقية. طبعا وخلال شهر رمضان بتكثر الابتهالات الدينية المزينة بالكلمات اللي ممكن تراقص القلب خشوعا من خلال العمل على مقامات موسيقية شرقية. لنحكي أكثر عن هالمقامات واستخدامها ضمن الأناشيد الدينية بسرنا نرحب بالمنشد السوري رضوان درويش، أهلا وسهلا فيك، وأيضا محمد سامر درويش، وأيضا كرم ياسمينة، أهلا وسهلا فيكم. أهلا فيكم يا مرحبا، كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير يا رب. رمضان كريم، نورتونا بدامسكو بقناة العالم سوريا، اهلا وسهلا فيكم. يا مرحبا يا مرحبا. استاذ رضوان، بدايه بدنا نحكي عن مفهوم المقامات الموسيقيه الشرقيه. هذا المفهوم اللي الغالبيه امتهنوه او ابدعوا فيه عن طريق السمع، ما درسوه كعلم قائم بحد ذاته، لكن هو اليوم اصبح علم قائم، اصبح علم يدرس، وحضرتك محاضر بهذا العلم وايضا محكم فيه. نحكي عن مفهومه كعلم قائم بشكل عام، تفضل. هو معنى مقام، يعني في اللغة مقام يعني هي منزلة أو أقدام. فالمعنى الموسيقي طبعا يعني بالاصطلاح العربي يعني كان هو تركيز الموسيقى على سلالم، على السلم الموسيقي بتحدث تأثير على المؤدي ثم على السامع. بعدين صار أنه
المقام بشكل عام عبارة عن تركيز جمل موسيقية على السلم الموسيقي لإحداث أبعاد معينة بين درجات، يعني على درجات مخصوصة في أبعاد معينة، فحسب هذه الأبعاد تختلف. إذا اختلفت الأبعاد اختلف نوع المقام. والمقام الشرقي يختلف عن المقام الغربي بموضوع اسمه انصاص ورباع. يعني المقام الغربي ما عدن الربع، يعني بين الدرجة والدرجة في عنا نحن مثلا بيمول، في عنا نص بيمول، في عنا يعني. أما في عندهم في المقامات الغربية عندهم فقط انصاص، يعني أنت إذا بتشوف البيانو بتلاقي واحدة بيضة واحدة سوداء، السوداء تعتبر نص. إذا بدنا نعزف مقام شرقي فهي السودة ما بتعطينا ربع. طبعا حاليا حدثوا هالآلات طبعا للعزف فيها على يعني للموسيقى العربية الشرقية، ولكن بالأصل يعني عندنا مثلا نغمة الصبا، نغمة السيقة، نغمة الرصد، نغمة البيات، هدول يحتاجوا إلى رباع، فهدول مقامات يعتبروا شرقية. بالنسبة للإنشاد، الفرق بين المنشد أو بين المطرب أو المغني نتيجة مجتمعنا لحنا وأخذ العلم كابرا عن كابر، يعني بياخذ عن الأساتذة اللي قبل منه، فكنا نحفظها سماعا. يعني نسمع وأكثر من مرة يقولونا مثلا، أو هلأ لحنا اللي عم ندرسون منقول له إنه بتسمع مثلا قصيدة طلع البدر علينا، هي نغمة سيقة، فأنت وقت واحد عم يقول أي نغمة قربها لذهنك، مع الأيام بتصير هي ملكة تمام. وإنما هي في الموسيقى في النوطة لها أبعاد معينة، في إلى رباع، في إلى بين كل درجة ودرجة في إله بعد معين. اليوم لما نحن بنحكي عن الأنشيد ونحن بالتزامن مع شهر رمضان، حابين نستهل لقائنا مع فرقة الرضا بأنشودة خاصة لرمضان. طبعا الحمد لله، يعني أنا أنظم الشعر وأكتب قصائد لكل مناسبة، فكتبت وألحن أيضا، فأسمعكم قصائد هي عن رمضان من كلماتي وألحاني. نكسب أكبر وقت معكم من الله الأنشيد. يسلم صوتكم يا رب، ويسلم ذهنكم يلي كتب الكلمات ولحن بهالطريقة الحلوة. إذا بدنا نحكي شوي عن المقامات، خلينا نسأل عن المقامات المستخدمة بالأنشيد الدينية، هل في مقامات دون أخرى تستخدم فقط لا غير ولا كيف؟
طبعا العصر عم يختلف. في العصور السابقة يعني مو كعصر يعني كتاريخ كبير، لا يعني مثلا من 50 سنة لورا كانوا كتير يهتموا المنشدين والملحنين بالفروع للمقامات، يعني كانوا يلحنوا على الزنجران، يلحنوا على النوى أثار، يلحنوا على كتير فروع من يعني البيات الشوري، كتير في عنا فروع للمقامات. حاليا نتيجة يعني الزخم الموسيقي لكل الفنون يعني فعم يختاروا مقامات هي الأصلية. أنا بظن يعني في مقامات قريبة من الروح، يعني مقام الكرد، مقام البيات اللامي. نسمع منه شيء اليوم؟ طبعا نسمع فيه يعني فيه لكل شيء. هو يعني بشكل عام ما هو المقام هو اللي بيقرب أكثر شيء من المستمع أو السامع، هو عبارة عن حالة المؤدي في قابل يعني بأي نغمة هو يؤدي اللي يعني اللي بده اياه. فعنا غالبنا اكثر شيء عم يستعملوا مقام البيات يعني البيات تمام. والبيات اللامي او الكرد يعني الكرد هيك بيكون حساس وفي يعني مثل تمام. اذا بتذكروا قصيده يا طيبه يا دواء العيانة اشتقنا لك والهوى يعني في قصائد تانية، وحتى هالشي بيرتبط مع تركيب الجملة الشعرية تمام. فعم يختار المستمع أنه تكون جملة موسيقية صغيرة يعني صغيرة. الجمل كتير صغيرة. هل هو نوع من الاستسهال؟ يعني اليوم إذا بنرجع دايما بنشوف أنه اليوم مع كل تطور عم بصير وكل عصر مثل ما ذكرت حضرتك عم بالفن عم بصير في ضعف بعض الشيء، هل هذا النوع الاعتماد على المقامات فقط من دون فروع نوع من الاستسهال؟ زمان كان أصعب، كان في مهنية أعلى. هلا يعني خلينا نقول احنا انه الامر مشترك بين الجمهور وبين يعني بين المتلقي وبين اللي عم يلقي المنشد الموضوع هذا. فيك انت تاثر يعني، ولكن كانوا بالاول قال لك شغله يعني كانوا بالاول الملحن يلحن الحرف، الحرف يلحنه يعني مثل زكريا احمد مثل القمم الكبار يعني. طبعا بعدين هلا صاروا يلحنوا الكلمه، بعدين صاروا يلحنوا الجملة. بعدين صارت الاغنيه كلها او الانشوده كلها عباره عن يعني جمله موسيقيه متكرره. طبعا عندنا في يعني في بلاد الشام صار عندنا ملحنين كبار مثلا امثال مسلم بيطار، امثال سعيد فرحات. في العصر يعني رحل عنا من القريب يعني كمان كان عندنا استاذ زهير منيني اثرى هذه يعني هذه البلدة وأثر العالم يعني كله بنغمات وأيضا فيها فروع يعني سواء على البيات الشهوري سواء على نغمة الشعار سواء على النكريز فسواء كتير يعني فيه. فهي بقى مثل ما قلت لك مشتركة أحيانا، ولكن حاليا الناس يعني بالموالد أو بالأفراح أو يعني هالأمور عم يحبوا الشغلات الصغيرة. طبعا نحن عم نحاول يعني ببداية حفلتنا طبعا نحن بدنا ما نترك هالفن الأصيل مثل ما تفضلت جنابك، وما بدنا كمان نبعد عن الجمهور تمام. فمنحاول بداية الحفلة لاقي حل وسط ايوه نعطيهم بداية الحفلة موشح من هالمقامات من هالنغمات، بعدين بنساوي لهم هالقصائد هي. وهلا شو بدك تسمعنا على أحد المقامات اللي تستهويك؟ هلا حنسمعكم على مقام البيات عندنا رمضان كمان من كلماتي وألحاني نعم. حنسمعكم شهر طل. شهر طل هلال هل قوموا وصوموا أتى رمضان بالخيرات بالبركات جئت إلينا وبالغفران. شهر طل هلال هل قوموا وصوموا أتى رمضان بالخيرات بالبركات جئت إلينا وبالغفران. فيك ليالي الأنس الحلوة تصفو النفس تطيب الخلوة، فيك ليالي الأنس
الأنس الحلوة تصفو النفس تطيب الخلوة مع خالقها مع باريها في روض ترتع وجنان. شهر طل هلال هل قم وصوم أتى رمضان بالخيرات بالبركات جئت إلينا وبالغفران. الله يغفر لنا ذنوبنا خلال شهر رمضان ويا رب فعلا نستثمره بالخلوات اللي بتصفي الذهن وبتصفي القلب خلال هالشهر الفضيل. استاذ رضوان خلينا نحكي شوي عن موضوع الاذان. الاذان يلي هو اللي بيستقطب القلوب للصلاه. خلينا نقول المقامات المستخدمه بالاذان، هل في مقامات معينه؟ هو كل بلد، شوفي لك كل بلد لها طقوس بهالموضوع يعني. تمام. يعني في بلاد، يعني هنحكي اول شيء بالبلاد بشكل عام، في بلاد لها لكل وقت صلاه نغمه معينه، مقام معينه او نغمه. هلا هنحكي لك، انا كنت احكي لكم كمان، معلش يمكن استدركنا بالموضوع الاول، كلمه نغمه تطلق على المقام في مصر، وفي الخليج تطلق على المقام كلمه المقام عليها صوت، وفي المغرب كلمه طبع عن المقام طبع. فكلمه مقام كل بلد الى تسميه. حنرجع لموضوع الاذان. فكان الماشي بالطريق لو ما بيعرف الـ شو هو الوقت، عصر لما مغرب لما عشاء لما ظهر، من نوع النغمه يعرف انه اذان شو. تمام. يعني الظهر نغمه العصر نغمه. عندنا في يعني في دمشق، يعني طبعا كان بالجامع الاموي هو اللي اساس الاذان، يعني يقال انه الشيخ عبد الغني النابلسي هو اللي يعني ابتدع موضوع الاذان الجماعي. فكان كل يوم مقام معين، كان بالاول شو نقول في غير بلاد كل وقت له مقام، بينما في دمشق يعني كان كل يوم، وللآن يعني طبعا الجامع الأموي للآن كل يوم عنده نغمة معينة، مثلا يوم الاثنين له النغمة، يوم السبت له النغمة. فاللي ما بيعرف الأيام وبيعرف المقامات، سمع مثلا صبا بيعرف اليوم كذا اليوم، فهي بالنسبة. هلا عندنا في بشكل عام غير موضوع مثلا الأذان الجماعي والمتوارث، يعني أسهل شيء عندنا مقامين للأذان، هو مقام بمقام الرصد ومقام الحجاز. فهدول يعني أكثر شيء مستعملين عنا. هلا بقية المقامات مثل السيقة والصبا والعجم والنهوند طبعا قليل استعمالها يعني عندنا، إنما الأكثر في المساجد العامة يعني بيستعملوا الرصد والحجاز. فينا نسمع شيء على المقامين؟ ايه فينا. يلا. خلينا سامر يسمعنا عن الحجاز. معلش أول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحجاز أكيد أنتم سمعانين يعني اللي يعني يعني مارع لازمكم هذا يعني هذا الاذان. تماما. الرصد شو بيختلف؟ فينا نسمع الله اكبر الله اكبر على المايك. الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله. هذا عن المقام الرصد. اللي بيسمع الاذان هلا ما له قلب يوقف انه يسمعه، بده يكفي. الله يجعلنا دائما ممن يدعونا الى طاعه الله. امين يا رب. عز وجل. طبعا الاذان له تاريخ، ان كان سمح الوقت بيكون يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقت كان يعني بده يدعي الناس للصلاه سال اصحابه كيف، فاحدهم او راى في المنام او كذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم انه نقول هذا، ووفقه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في يعني في الأثر عن موضوع الأذان. سلم تمك أستاذ. اليوم عم نحكي عن الأناشيد، عم نحكي عن الأذان، عم نحكي عن الابتهالات اللي كتير بنسمعها بهذا الشهر الفضيل. طيب. كما كل الإبداعات، كما كل المهن الإبداعية، في دخلاء
اليوم من هو المنشد ومن هو المؤذن وشو الملكات اللازم تتوفر لحتى يكون قادر على الإنشاد؟ مثل ما بنعرف ما بتكفي الصوت الجميل ولا الموهبة الصوت ولا خامة الصوت، في أمور أخرى. المنشد بشكل عام. طيب هلأ بداية يعني الخامة الصوتية اللي هي هبة من الله عز وجل، هي بتكون أساسية. الله عز وجل قال يزيد في الخلق ما يشاء، والحلق هو من الخلق، وأنا خلق والحلق جزء من الخلق، فرب العالمين يزيد وله ما يشاء بيزيد الأصوات الجميلة. بالنسبة للمنشد لازم يكون عنده ثقافة، مطلع، لازم يكون عنده تمرين يدرب صوته، يكون عنده معلم أستاذ وأخذ المقامات بأصولها بترتيبها، عنده حكمة، يعرف هل الجلسة شو بناسبة من الأناشيد. يعني اليوم نحن عن رمضان، مو معقول أنا أنشد عن الحج. يعني مثال يعني طبعا نحن اليوم لا سمح الله بي 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 قاعد بجلسة فيها ترح فيها حزن، ما بصير أنا أختار نغمة فيها فرح أو أختار معاني فيها فرح. أنا فيني طبعا أعطيهم الأمل للمستمع. يعني هو أي حكمة المنشد. الشيء الثاني لازم أن يكون المنشد تربى في مجالس وحلقات الذكر. لأنه هي بدك تشحن روحيا. أنت المستمع ما بكفي تسمعه صوت، يعني في ناس بيكونوا لا يعرفوا باللغة اللي عم تقولها. صحيح. ما بيعرفوا لغتك، ولكن من روحانيات صوتك في قابل يتأثروا هن. فكيف إذا أنت روحانيات مع كلمة مع معنى، فهي بضع صفات للمنشد. المؤذن طبعا يعني الصوت ذو المساحة العالية ضروري للمؤذن. طبعا الآن في مكبرات يعني تنقل الصوت، ولكن الصوت يعني جميل، وحاليا كمان يعني مو هو يعني ضروري يعني هالصفة. قد يكون صوت مروحان وخفيف ومساحته خفيفة، يعني مساحته مو كبيرة يعني تأثر بالمستمع، ولكن لازم يكون عنده ثقافة، لازم يكون متعلم تعلم يعني أكاديمي، يعرف المقامات، يعرف كل شيء، يعرف اللغة العربية كمان ضروري جدا، ألا يرفع المنصوب ولا ينصب المرفوع، يعني يعرف أين يقف وأين يبتدئ. يعني في كلمات جملة بتقول نصها إذا ما كملتها صار معنى غير مكتمل، وقد يختلف المعنى. خلينا نروح للجانب الأكثر روحانية اللي هو ترتيل القرآن. نحن بشهر رمضان المبارك، وسماع القرآن هو أكثر ما يمكن أكثر سلوك يعني ممكن نحن نقوم فيه خلال هالشهر الفضيل. هل في مقامات معينة يمكن أنه تطبيق أثناء ترتيل القرآن؟ هلأ أنت عم تسألي عن يعني شو بدي أقول لك، علم كثير خاص، ولكن يعني ممكن نقول منه يعني مثلا بيقولوا مقام البيات يؤخذ للحوار، يعني إذا آية فيها حوار يعني من الآيات القرآنية، قال إنه يعني ترتل بمقام البيات. وغلب يعني الأمر على جميع قراء القرآن أن يبتدئوا أيضا بمقام البيات ويختتموا بمقام البيات. طبعا المقام الرصد يؤخذ للأمور الثابتة يعني في القرآن الكريم، يعني رب العالمين مثلا خلق الأرض، يعني شيء الثابت اللي أنت ترى بعينك. مقام العجم للأوامر الإلهية أو لإظهار عظمة الله عز وجل، الآيات التي تظهر عظمة الله عز وجل، مثلا لمن الملك اليوم، للواحد للملك لله الواحد القهار. طبعا القرآن الإنسان بينسى أحيانا، لله الواحد القهار. فمو معقول أنا عم أقولها مثلا أقولها بنغمة الصبا تماما، لمن الملك اليوم ما بصير. هلأ نجي لنغمة الصبا، تستعمل لمعاني فيها حزن، هذا يعني هذا المشهور. أنا لي نظرة خاصة يعني أنا المقامات يعني فيك تأثر عليها بنبرتك، أي مقام فيك أنت تقوله، ولكن المتعارف عليه الصبا يقال للحزن، الصبا يقال للندم، عم تقول مثلا، أو يعني أنت عم تقرأ آية قرآنية مثلا فرعون عم يقول أنا ربكم الأعلى، أنت عم تقولها وأنت زعلان ليش هيك عم يقول، هذا ما بصير يقول هيك عن رب العالمين. فطبعا هذا علم كبير بحذر استخدام المقامات على المعاني القرآنية، هو علم كبير وفي آراء يعني مختلفة. أنا اجتزأت والله أعلم يعني يعني قد تكون هي الصحيحة الكاملة، قد يكون في آراء مختلفة، ولكن هذا جزء من فينا نسمع جزء من ترتيل قرآني.
طيب اللهم صل على الحبيب. على المايك إذا فينا. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدق الله العظيم. وجودك بركة استاذ رضوان والكلام اللي عم بتقوله بهالشهر الفضيل بركة. بدنا نختم معك بنصائح أو إرشادات لكل الأشخاص الحابين يسلكوا هذا الطريق اللي كله بركة وتقوى وإيمان، شو بتقلون؟ سلوك طريق المنشد يلزمه الحب أول شيء. بدك بكل قلبك يكون عندك محبة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الحب الكبير أنه هو أرسله الله عز وجل لينقذ الناس، لينقلهم من الظلمات إلى النور. هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي تعب من أجلنا كثيرا وتعذب من أجلنا أن يوصل هذه الرسالة. وكذلك طبعا بالمقام الأول هو حب الله عز وجل، وأن أن تعيش مع ما تقول، الكلمة التي تنشدها تعيش معها، ويكون نيتك كمان أنه أنت تفرح العالم، يكون نيتك تقرب الناس من الله عز وجل، تقرب الناس أو تعرفهم. يعني في يعني أنا ضمن أناشيدي، ضمن أشعاري، ضمن ديواني اللي عندي أنا قصائد تعلم، يعني فيها مضمونها فيها تعلم الناس عن هذه السيرة العطرة، تعلم كل شيء في ديننا الحنيف. فالمنشد الحب والإخلاص و نية إدخال السرور إلى قلوب الناس. إن شاء الله يا رب. بالختام بدنا نسمع منكم أنشودة، ولكن رح أختم مع مشاهدينا وخلي الختام معكم. مشاهدينا بدي أطلب منكم دائما تابعونا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنستغرام وأيضا يوتيوب. أما هلأ رح نترككم بالختام مع فرقة أرضة. تفضل أستاذ. طبعا هنسمعكم كذلك عن رمضان قصيدة من كلماتي وألحاني. جيت إلينا يا رمضان شهر التوبة والغفران، جيت إلينا يا رمضان شهر التوبة والغفران، تزرع حبا تنشر أملا، تزرع حبا تنشر أملا، تملأ قلبا بفضلك آيات تتلى، وبأجرك يجزينا المولى، مولانا رب الأكوان. جئت إلينا يا رمضان شهر التوبة والغفران، تزرع حبا تنشر أملا، تزرع حبا تنشر أملا،